فيديو ترشيحات جديد، بس المرة دي بقى لشركة انفينكس. قبل ما تقول اي حاجة كده وتشتم ولا تعمل اي حاجة، انا عملت فيديوهات لشاومي، وعملت فيديو ريلمي، وعملت فيديو الاوبو، وعملت فيديو لسامسونج. هسيب لك كل الفيديوهات تحت في الديسكريبشن، عشان لو انت بتحب شركة معينة ومش بتحب انفينكس، خش نقي الفيديو اللي انت عايزه للشركة اللي انت بتحبها وانت تعرف تشتري ايه منها. فاحنا اخرنا هنا تشتري ايه من انفينكس من اول 3000 لحد 5-6000 جنيه، مش هنطلع عن كده، لان انفينكس اصلا ما عندهمش موبايلات اغلى من كده. قبل ما اقول لك اي حاجه بقى على طول بقى، عشان المجهود ده، انزل ادعس زر اللايك، كسر زر الاشتراك، وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امك ريفيوز. وخلينا نبدأ مع اول فئة سعرية من انفينكس اللي فات من 3-4000 جنيه. وهنا بصراحة ما فيش غير موبايلين، واحد جديد والتاني مستعمل. لو لقيت المستعمل ده انصحك بيه اكتر من الجديد، بس خد بالك تكون شخص ليك في شراء المستعمل، مش اي واحد وخلاص، عشان ما يضحكش عليك وترجع تدعي علي انا، ماشي؟ فانا عرفتك من اول. اول موبايل معانا اللي هو الجديد، الانفينكس هوت 11. ده موجود في السوق جديد، عامل له 3500 جنيه. موبايل ممتاز جدا، وبيقدم لك هنا شاشه كويسه اي بي اس فول اتش دي بلس 60 هرتز، بيقدم لك تصميم كويس من ماده البولي كربونات، بيقدم لك كاميرات مقبوله الى حد ما، بيقدم لك اداء يعتبر كويس مع معالج ميديا تك هيليو جي 70، معاك هنا 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره داخليه، ويعتبر الموبايل بصراحه ممتاز. معاك بطاريه برده كويسه 5000 ملي امبير، ومعاك كمان شاحن 18 واط كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل. فمن الاخر كده بتاخد باكج كويس جدا من انفينكس. ولكن لو انت عايز تعلى بالليفل بقى، فانصحك بالانفينكس هوت 11 اس، النسخه الاس من الهوت 11، بس دي مش هتلاقيها جديده حاليا موجوده مستعمل. هتاخد اداء العاب كويس جدا في الانفينكس هوت 11 اس عن الهوت 11، فرق واضح يعني. هتاخد كمان 90 هرتز مع الشاشه، يعني هيبقى معاك شاشه اي بي اس فول اتش دي بلس، وكمان 90 هرتز كمان. هنا بتاخد تجربه كاميرات افضل مع الانفينكس هوت 11 اس، فدي الحاجات الزياده اللي بتاخدها مع النسخه الاس عن النسخه الهوت 11 العادي. فلو انت يفرق معاك الحاجات دي بشكل كبير، فانصحك بالانفينكس هوت 11 اس. دور على نسخه مستعمله تكون نظيفه كده، وركز وانت بتشتري المستعمل انك تبص على تصميم الجهاز والفريم، ما يكونش الفريم في اي خبطه في اي حاجه. بص على الشاشه كويس جدا، عشان ساعات الشاشات بتكون فيها بكسلات محروقه، بتكون عامله اضاءه بيضة كده، فركز كويس جدا عشان الشاشه ما يكونش فيها حاجه. اهم حاجه كمان البطاريه، عشان تتابع الموضوع ده حاول تستخدم الموبايل بشكل مكثف في اول يوم تجيبه، وتابع نزول البطاريه. يعني مثلا بتلاقي ان البطاريه عماله بتنزل 1% في 1% في 1%، ما تلاقيش البطاريه مثلا بتنزل 1% وبعد شويه تلاقي نزلت 5% مره واحده، هنا يبقى البطاريه فيها مشكله. البطاريه لازم تنزل نزول منطقي قدام عينك، وتحس ان البطاريه شغاله معاك كويس، فده حاجات انت بتتابعها بنفسك. برضو لازم تركز انك تختبر مدخل 3.5 مللي، وتختبر مدخل الشاحن تشوفه شغال كويس معاك ولا لا، عشان ساعات في موبايلات المدخل 3.5 مللي ما بيبقاش شغال، وانت اساسا بتشتري الموبايل ما بيخشش على بالك خالص انك تتابع الموضوع ده، او انك تركب سماعه في مدخل 3.5 مللي وتجربه. كمان برضو لازم تبص على عدسات الكاميرات وتشوف مخدوشه ولا مش مخدوشه، عشان برضو الحاجات دي بتفرق كتير في قيمه الموبايل. فلو انت بتعرف تراعي الحاجات دي كلها، انفينكس هوت 11 اس. انت مش عايز توجع دماغك بالمشاكل دي وعايز حاجه في المضمون، انفينكس هوت 11 العادي موجود، مفيش اي مشكله جديد وتقدر تشتريه. نسيب بقى دلوقتي فئه ال 3000 جنيه ونطلع لفئه ال 4000 جنيه. وهنا اصلا حاليا مفيش من انفينكس غير موبايل واحد فقط هو اللي موجود دلوقتي جديد، وهو الانفينكس نوت 11. انفينكس نوت 11 هيديك نفس تجربه الانفينكس هوت 11 اس بالظبط في تجربه الالعاب. الموبايل بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 88، بيجي ب 128 جيجا ذاكره داخليه، بس هنا المختلف بقى ان الانفينكس نوت 11 بيقدم لك شاشه اموليد 60 هرتز فول اتش دي بلس، مش اي بي اس 90 فول اتش دي بلس. كمان الانفينكس نوت 11 بيقدم لك شاحن 33 واط اسرع من اللي موجود في الانفينكس هوت 11 اس، ودول النقطتين الزياده الموجودين في الانفينكس نوت 11، الشاشه الاموليد والشاحن ال 33 واط. اما تجربه الالعاب وتجربه الاستخدام اليومي، الاثنين يعتبروا قريبين جدا من بعض، بل ساعات بتحس ان الانفينكس هوت 11 اس اسلس من النوت 11 عشان ال 90 هرتز الموجوده في الشاشه. ولكن بقى في موبايل هنا موجود مستعمل مع الانفينكس هوت 11 هتلاقيه في الفئه السعريه دي، وهو الانفينكس نوت 10 برو بتاع السنه اللي فاتت. اعظم واحسن موبايل جربته السنه اللي فاتت من انفينكس، وموبايل مازال ممتاز لحد دلوقتي، لان الموبايل ده مبدئيا كده معاه هنا 8 جيجا بايت رام، معاك 128 جيجا ذاكره داخليه، معاك معالج ميديا تك هيليو جي 95، معالج ممتاز واحسن بفرق كبير من الميديا تك هيليو جي 88، معاك كمان
كمان شاشه ممتازه اي بي اس 90 هرتز فول اتش دي بلس، ما زالت معاك هنا الريفرش ريت العالي ما فيش اي مشكله. معاك كاميرات انا شايفها افضل من الانفينكس نوت 11 والانفينكس نوت 11 اس. فدي بالنسبه لي الخلاصه، لو انت بتعرف تشتري مستعمل انفينكس نوت 10 برو، مش بتعرف تشتري مستعمل يبقى الانفينكس نوت 11 مفيش غيره هنا في الفئه السعريه دي، تروح تشتري من انفينكس. ونوصل لاخر فئه سعريه معانا اللي هي من 5 ل 6000 6200 6300 جنيه، تشتري ايه من انفينكس في الفئه السعريه دي؟ وهنا مفيش قدامك غير موبايلين، يا الانفينكس نوت 11 برو يا الانفينكس زيرو اكس اللي كان نازل من فتره. لو انت عايز موبايل تصميمه شيك اول مره تشوفه، موبايل جاي بكاميرا بريسكوبيه، موبايل جاي بشاشه اموليد 60 عادي مفيش اي مشكله، موبايل جاي كمان بمعالج اقوى ميديا تك هيليو جي 95 احسن من الميديا تك هيليو جي 96 بتاع انفينكس نوت 11 برو، وكمان بيدعم تصوير 4K عن الانفينكس نوت 11 برو او المعالج الموجود في الانفينكس نوت 11 برو اللي هو الميديا تك هيليو جي 96. فهنا انصحك بالانفينكس زيرو اكس، موبايل كويس جدا، شاشه الاموليد مع المعالج الميديا تك هيليو جي 95، توليفه كويسه جدا، زائد كمان اكيد شاحن ممتاز، معاك هنا كاميرا بيريسكوبيه بتوصل معاك ل 60 اكس زي ما انفينكس بتقول، ولكن طبعا اكيد الكاميرا مش احسن اداء، خد بالك ده بس رقم تسويقي بيتحط. الانفينكس زيرو اكس لو لقيته هتلاقيه عامل حوالي 6000، اقل من 6000 وحاجه بسيطه. لو انت بقى عايز موبايل من انفينكس ارخص موفر اكتر وبيجي تقريبا بكل حاجه موجوده في الانفينكس زيرو اكس، الانفينكس زيرو اكس بس بيتفوق عليه في الشاشه الاموليد والكاميرا البريسكوبيه، فهنا عندك الانفينكس نوت 11 برو. هتقول لي المعالج الموجود في الانفينكس زيرو اكس اقوى، اقول لك الاقوى بفرق بسيط مش فرق كبير، ميديا تك هيليو جي 95 قريب من الميديا تك هيليو جي 96، مفيش فرق كبير ما بينهم. اي نعم ال 95 افضل وبيدعم تصوير 4K، ولكن برضه 96 مازال اداؤه ممتاز جدا. كمان الانفينكس نوت 11 برو بيجيب شاشه ممتازه برضه ما فيهاش مشكله، اي بي اس 120 هرتز فول اتش دي بلس، بيجيب كاميرا اساسيه شايفها افضل من الموجوده في الانفينكس زيرو اكس. فلو انت عايز توفر وتاخد موبايل كويس جدا قريب من الانفينكس زيرو اكس ومش عايز تدفع المبلغ ده في انفينكس، انفينكس نوت 11 برو صفقه ممتازه جدا الصراحه. ودي عامه موبايلات انفينكس اللي انا جربتها وشايفها يعتمد عليها بشكل كبير، وشايف ان مفيش منها خوف ولا غير كده. بقى هتقول لي انفينكس مش عارف مش تمام وبس كده. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.